الأسبوع اللي فات زي كل المصريين بتابع الأخبار، لقيت سيد وزير التربية والتعليم موجود في البرلمان، وما كان له إلا مجموعة من التصريحات. كل ما بقرأ التصريحات بتوقع لأ، دي أكيد تصريحات مدسوسة. أرجع للمواقع اللي بشوف عليها، دي مواقعنا المصرية، المصري اليوم، الأخبار، أيا كان يعني الجريدة اللي بتتكلم عن الحدث، فما كان مني إلا يعني مش عارفة. بدأت أشوف إيه اللي حاصل في تعبيرات الوزير أو تصريحات الوزير اللي أثارت تقريبا الشعب المصري بالمسؤولين أو أعضاء مجلس البرلمان وكمان الأهل وأولياء الأمور. هيكون عندي وقفة قدام الموضوع، لكن اسمحوا لي هنستكمل معكم الأول أخبار السيد الرئيس، واللي اجتمع اليوم مع دكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء. خلال اجتماعه جرى عرض الموقف المائي بوجه عام، سواء فيما يتعلق بالمياه النيل أو المياه الجوفية ومخطط توفير المقنن المائي الخاص بزراعة مشروعات استصلاح الأراضي. وجه الرئيس بالاستمرار في جهود حوكمة استخدام مياه النيل على مستوى الجمهورية، خاصة في من خلال نشر نظام الري الحديث للأراضي الزراعية، وذلك كعنصر أساسي في استراتيجية الدولة ترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة إدارتها، فضلا عن الالتزام باستهلاك الرشيد والآمن للمياه الجوفية على امتداد الجمهورية للحفاظ على الموارد المائية الهامة. وهنا هيكون لنا وقفة هامة، لأن مفيش أهم من الموارد المائية المصرية. ومنذ تولي السيد الرئيس وإحنا بناخد خطوات، منها تبطين الترع، منها استخدام طرق الري السليمة علشان نوفر مياه شرب. هيكون معنا دكتور أحمد جابر شديد، أستاذ جيولوجيا المياه ورئيس جامعة الفيوم السابق. مساء الخير دكتور أحمد. سينور أفندم، أهلا بحضرتك. برحب بحضرتك، وبداية كيف ترى مجهودات السيد الرئيس في كل المشاريع اللي اتعملت لترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة إدارتها؟ خلينا بداية أشكر حضرتك على المداخلة، ولكن حقيقي زي ما حضرتك قلت في المقدمة، الدولة المصرية ممثلة بفخامة السيد الرئيس والحكومة المصرية بتولي اهتمام كبير جداً لملف الموارد المائية. ويمكن خير دليل على كده ان احنا من ثلاث ايام بالضبط كده، يعني كان بينظم في القاهرة او حصل في القاهرة ختام فعاليات واحد من الاحداث المهمة جدا العلمية السياسية الاقتصادية اللي نظمتها مصر، وهو اسبوع القاهرة الخامس للمياه اللي بتنظمه مصر يمكن للعام الخامس على التوالي، واللي كان يعني شرب بزخم كبير جدا من الحضور، ممثل في 16 وفد وزاري و54 وفد رسمي، وعدد المشاركين فيه يمكن وصل لحوالي 1000 مشارك من بيمثلوا 70 دولة، معظمهم من الدول الأفريقية. شو حقيقي العديد من الموضوعات معظمها كان خاص بحوكمة المياه وإدارة المياه، وعقد فيها عديد من المنتديات الخاصة بالمياه سواء للشباب الأفارقة أو للمتخصصين من الدول العربية. فحقيقي استمرار لهذه الفعاليات ولهذه المجهودات، طبعا زي ما حضرتك قلتي تم النهاردة تنظيم أو عقد اجتماع لفخامة السيد الرئيس مع دولة رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الزراعة وزير الري وعدد من المسؤولين لمتابعة هذه الجهود. يعني الهدف الأساسي من هذا الاجتماع كان هو دراسة مخطط تقنين المقنن أو توفير المقنن المائي الخاص بمشروعات الاستصلاح الزراعي، لأن زي ما حضرتك عارفة الدولة مقدمة على عدد كبير جدا من المشروعات الهامة حقيقي اللي بنتابعها وبنفخر بها في خلال السنوات الأخيرة، ومنها العمل على توفير الأمن الغذائي لكل الشعب المصري، ده من خلال استصلاح آلاف الأفزنة. احنا عندنا مشروعات كبيرة جدا خاصة بالاستصلاح الزراعي زي الدلتا الجديدة، وزي مشروع مستقبل مصر، وزي مشروع توسكا، وزي مشروع شرق العينات، والعديد والعديد من المشروعات الاستصلاح الأراضي الزراعية. عشان هذه المشروعات تتم بالشكل المناسب، هذه المشروعات محتاجة مقنن مائي، والمقنن المائي بيبقى يا اما عن طريق نهر النيل اللي كميه المياه اللي واصله منه محدده ومعروفه ويعني ثابته منذ فترات طويله. ومن هنا بدات الدوله تهتم بقى
اداره هذه المناسبه بشكل غير تقليدي للعمل على توفير الاحتياجات المائيه اللازمه بقى من خلال مشروعات معالجه مياه، من خلال مشروعات تحليه مياه، من خلال تعديل نظم الري وهكذا. بشكر حضرتك يا دكتور. دكتور احمد جابر شديد، استاذ جيولوجيا المياه ورئيس جامعه الفيوم السابق. خلينا مع حضراتكم نتكلم زي ما تكلمنا وبدأنا عن التعليم، وما كان من السيد وزير التعليم وهو أمام البرلمان قال مجموعة من التصريحات، فيها تصريحات حقيقة عظيمة، منها تدريب المعلم، الاهتمام به، تكريم بعض المعلمين كل فترة، التعليم أصلا نظام يعني مبني على المعلم والطالب والإداريين، منظومة كده لازم ناخد بالنا منها. لكن كمان كان في بعض التصريحات اللي تقريبا توقف امامها المجتمع المصري بكل اطيافه على المستوى الرسمي والمسؤولين، وعلى المستوى كمان الرسمي هنا بقصد نواب مجلس الشعب مثلا لكن مش الحكومه مثلا، وعلى مستوى اولياء الامور في حاله استنفار شديده جدا. وخلينا اقول انها كانت بالنسبه لي على المستوى الشخصي تصريحات وكانها خياليه. فما كان الى النهارده لقيت تقدم الدكتور فريد البياضي عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب موجه. أكد النائب في طلبه على أن خطة الوزير في الإصلاح المنظومي تعلن فشلها قبل بدايتها، بدلا من العمل على سد العجز في المدرسين ورفع مرتباتهم ومستواهم التدريبي نجد يلجأ للحلول السهلة، وهي جباية الضرائب من مراكز الدروس الخصوصية على تقنينها وجباية غرامات من الطلبة الذين يتغيبون عن المدرسة، كلامه كأنه خيال، وإنشاء شركة تابعة للوزارة تقدم دروسا خصوصية للطلبة برسوم أخرى. من ناحية أخرى تسيطر حالة من الغضب على أولياء الأمور والطلاب تزامنا مع بدء الأسبوع الثالث. وفكرة أن أنا كنت بقول أن السنتر لأ أو المركز الدروس الخصوصية لأ، وارجع الوزارة اللي كانت بتقاوم ده ويعني بشوف بيروحوا يقبضوا عليهم وكأنهم مجرمين حرب، وضبط وإحضار وغلق للمركز ده، ان يتقال ده من الوزير انا حاسة ان انت لا انت خلاص نقفل المدارس، يبقى اللي يقدر يروح السنتر. هو فعلا السنتر بقى فيه كام مثلا؟ الحصة الواحدة فيها مئات من عشرات عشان ابقى منطقية، عشرات من الطلبة. فواضح احنا كان لازم نقف ويكون معانا دكتور فريد البياضي عضو مجلس النواب، وهذا الاستجواب اللي في توقيته ومرضي جدا. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير، ازي حضرتك؟ برحب بحضرتك وبداية تحياتي لحضرتك والمشاهدين جميعا. تحياتي لحضرتك ووجودك معانا، وهذه الخطوة الصحيحة جدا اللي يمكن متضمنة بما انك نائب الشعب، فانت اخذت خطوة بما ينبط به الشارع المصري الان. قول لي حضرتك كان اعتراضك على ايه، وايه اللي قدمته، وايه اللي ممكن مردود هيكون على هذا الاستجواب؟ يعني انا اعتراضي على زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي الكلام اللي قاله السيد الوزير، يعني هو بيتحط تحت عنوان كده واحد كان ابتداء الوزير السابق، واضح انه الوزير الجديد مكمل في نفس الفكره، هي فكره تسليع التعليم او تحويله التعليم الى سلعه تجاريه تدر دخل، ومحاولة يعني جاني أموال من وراء التعليم. لو سمحت لي يا دكتور بس مداخلة بسيطة، يعني ده نقدر نقول شبه حصل على مستوى التعليم الجامعي في دخول الجامعات الأهلية وغيره، وده قبل إلى حد ما لأن في الطالب في الوقت ده هو اللي قادر من أهله يصرف هيصرف، اللي قادر الولد نفسه ياخد خط هو عايزه فعلا ومدرك أنه عايز يكمل فيه، لكن على مستوى التعليم الأساسي ده مرفوض. بالضبط، يعني حاجة زي ما تفضلت قلت التعليم الجامعي قد يكون مقبولا، لكن التعليم ده اسمه التعليم الإلزامي، والدستور قال المادة 19 في الدستور أن التعليم الإلزامي ده حق لكل مواطن تلتزم به الدولة وتضمن الدولة مجانية التعليم. فالتعليم الإلزامي ده لغاية الثانوية العامة ده وضع مختلف خالص، ما ينفعش يبقى سلعة بتدر دخل بأي طريقة. والكلام اللي قاله السيد الوزير انه احنا المراكز السناتر الدروس الخصوصية اللي بيقولوا عليها بدل ما احنا مش عارفين نوقفها فناخد منها فلوس، ناخد منها رسوم وضرائب، وفي نفس الوقت الطالب لو غاب من المدرسة وراح السنتر ياخد منه 300 جنيه غرامة، وبعد كده اسجن ابوه لو الواد بيغيب كتير. ده كلام يعني كلام حد بيتكلم في كوكب تاني يعني، واحنا بقت القصة كلها ازاي نجمع اموال من وراء التعليم بدل ما نحسن جودة التعليم. انا لو انا عايز احارب الدروس الخصوصية اوفر البديل، اوفر جودة التعليم في المدارس واهل المدرس، وانا دايما بقول البداية هي من المدرس، ان ما كناش هنعين الاعداد الكافية من المدرسين هنأهلهم هندربهم هنديهم مرتبات مجزية
عشان ما يحتاجوش يشتغلوا في دروس خصوصيه التعليم لن ينصلح حاله. وده كان خلافي مع الوزير السابق وطلبت باقاله الوزير السابق لانه يعني ابتدى في محاولات لاصلاح المنظومه وصرف مليارات على نواحي كتيره واهمل الجانب الاهم وهو المعلم. والوزير الجديد بيتكلم في كلام شكله كويس عن التدريب، لكن الخطوات اللي بتتقال او الخطط اللي بتتقال ما فيهاش اي جزء من اصلاح المعلم. وهرجع اقول تاني انه الاشكاليه مش اشكاليه وزاره التعليم بس، والموضوع اكبر من الوزير والوزاره، الموضوع هو مشكله دوله ومشكله الحكومه كلها. عشان كده انا طالبت دكتور، انا لو سالت حضرتك كمسؤول كعضو برلماني، هو اللي بيقول الوزير ده ممكن فعلا نصحى نلاقيه؟ انت عارف حضرتك واكيد طبعا انت في وسط الناس وانا متابعه خطوات حضرتك، الاهالي اصلا بيعلموا اولادهم ازاي؟ فكره مصاريف المدرسه بقت واصله تقريبا ل 500 من 300 ل 500 جنيه للطالب في المدرسه الحكوميه. ان انا كمان اقول لاهله لا ده احنا كمان هيبقى عندنا دروس خصوصيه بفلوس، او انا هتابع السنتر او هاخد منه نسبه، ده ممكن يقعد ابنه من التعليم بمنتهى البساطه. انا مش لازمني وجع الدماغ ده. لا طبعا، يعني هي طبعا الكلام ده كله مش مقبول، ويعني انا شخصيا هحارب ان الكلام ده ما لا يتم تنفيذه باي حال من الاحوال. وبقول لك المشكله هي مشكله حكومه اكبر من مشكله الوزير. عشان كده انا طلبت في طلب الاحاطه موجه لرئيس الوزراء شخصيا، وطلبت باستدعاء رئيس الوزراء لمناقشه خطه الدوله والحكومه كلها للنهوض بالتعليم. المشكله يعني في الاول وفي الاخر بنرجع نقول ان موازنه التعليم من البدايه قاصره عن تطوير التعليم. فالوزير لما بيتزنق بيقول انا ما عنديش فلوس، عايزين نعين مدرسين، ما عنديش ميزانيه، عايزين ازود مرتبات، انا ما عنديش. ده نفس الكلام كان بيقوله الوزير السابق وبيقوله الوزير الحالي وهيقول الوزير اللي هيجي بعديه، طالما ان الدوله بتبخل على التعليم بموازنه كافيه. احنا الدستور في 2014 كان بيقول انه التعليم والتعليم العالي مع بعض النسب بتاعتهم لا تقل عن 6% مجتمعين من الناتج القومي، وتزداد هذه النسب تدريجيا الى ان تصل للمعدلات العالميه. يعني المفروض ال 6% دي كان زمانها دلوقتي بقت على الاقل 16%. احنا السنه دي موازنه التعليم زائد التعليم العالي 3% من الناتج القومي، فمش واصله لنص الموازنه اللي كانت المفروض تكون في 2014. دكتور فريد بشكرك جدا، دكتور فريد البياضي عضو مجلس النواب، واللي تقدم باستجواب تجاه طب ثواني بس باتجاه وزير التربية والتعليم. اللي أنا عايز أقوله إن التعليم ده أمن قومي، دول المستقبل، دول بكرة. ممكن لو إحنا قلنا إن تجارة المخدرات هي تجارة مربحة وموازية وإحنا ما نعرفش عنها حاجة، فإحنا نقنن تجارة المخدرات وتشرف عليها الدولة علشان المكسب اللي بيجي منها قد كده، هي بنفس بالنسبة لي جت بنفس الدرجة إن أنا أقول إن أنا السنتر ده ومراكز الدروس الخصوصية بناخد منها فلوس قد كده، فأنا أقننها، فأنا أسمح بيها، فأنا أقول أوكي عليها كده. كفاية قوي على أولياء الأمور، كفاية عليهم زيادة الكهرباء، زيادة المية، زيادة الغاز، كلنا بنقول ماشي كل ده زي الفل، دعم بلد وكلنا فيه. لكن أن أنت تاخد حق ابني في التعليم بهذه الممارسات الغريبة طبعا غير مسموح. خلينا مع حضراتكم واستغاثة، هناخد استغاثة يا شباب، خلينا ناخد تقرير القناة ونرجع نكمل مع حضراتكم، في تقرير معنا وهنرجع نتكلم عنه. من داخل المركز الثقافي البيئي انعقد الحفل الختامي لمسابقة دايرة للابتكار الأخضر في حفله الثاني 2022. مسابقة دايرة للابتكار الأخضر اللي هي واحدة من مبادرات مؤسسة أضواء المستقبل للتنمية في مجال تشجيع الاقتصاد الأخضر كتوجه حتى عالمي مش في مصر بس. محتاجين تشجيع ودعم للمواهب، لأنه الحقيقة المواهب كتيرة جدا وموجودة، لقيتها في الصحراء وفي القرى الصغيرة، إنما محتاجة نوع من التشجيع والدعم والتمكين وكل الحاجات الحلوة دي محتاجة الأول في التوعية. أكد المؤتمر على أهمية إعادة تدوير النفايات في العديد من الجوانب، ومن خلال ذلك أشار المؤتمر لأهمية إنشاء ورش تدريبية لتطبيق ذلك. هو طبعاً المسابقة اللي أعلن عنها المؤسسة أضواء المستقبل كانت واحدة من ضمن الخطوات اللي ممكن تساعد النشر فكرة نحافظ على البيئة، أو السلوكيات اللي ممكن نعملها علشان نقدر نحافظ على البيئة. كانت المسابقات ممكن نقسمها ثلاث حاجات،
كان في صعوبات ان هي في الكفاءات اللي تشتغل معانا على فكره زي كده، الصعوبات الثانيه اللي هي الحاجات الماديه، الصعوبات الثالثه ان مفيش مثلا يعني مفيش وسيله دعم كافيه كمعلومات او كناس منتورز حاجات زي كده يقدروا يساعدونا، يدونا الدعم التكنيكال الكفايه نقدر نشتغل على الفكره بتاعتنا. جاب لي الفكره بتاعتي ان انا من شغلي بقى بينتج عني بواقي قماش كتيره قوي، عملت لي زحمه في المكان اللي هو انا مش عارفه استخدمها في ايه، فجت لي الفكره من هنا ان انا استخدمها بشكل مناسب للبيئه ويبقى كقيمه جماليه عاليه. في ختام المؤتمر تم الإعلان بأن مؤسسة أضواء المستقبل للتنمية ستكون ممثل المجتمع المدني في كوب 27. عزيز داود، ميسات. معنا استغاثة، وطبعا أن يكون البرنامج على تواصل مع حضراتكم ده أكيد شيء يهمنا جدا. هي استغاثة من قرية دير الجرانوس مركز مغاغة محافظة المنيا، بيشتكوا من التضرر من تبطين أحد الترع. طبعا الشكوى مش من التبطين، أمام مجمع مدارس القرية الجرانوس الابتدائية والجرانوس الإعدادية، الأمر الذي عرض حياة المئات من أولادنا للخطر، حيث أن الترعة تقع أمام المدارس مباشرة ويمر أمامها التلاميذ يوميا ذهابا وإيابا. طبعا أنا عايز حضراتكم تتخيلوا هذا المرور، يعني دون وجود حاجز يحمي التلاميذ من الوقوع في الترعة. وقالوا أنهم تواصلوا مع العديد من المسؤولين مرارا وتكرارا لبناء سور من المساحة الواقعة أمام المدارس، منعا لحدوث أي مخاطر أو مشاكل لأولادنا لا قدر ربنا يحفظهم ويحميهم. لكن عايز حضرتكم تتخيلوا المشهد قدام حضرتكم، كل الأعداد دي طالعين من مدارس طبعا في توقيت واحد إعدادي وثانوي، والترعة قدام حضراتكم هي مفيش أي حاجة لأي ولد، ودول أطفال منهم أطفال ممكن يقع ببساطة، وأعتقد أنه ممكن يكون في حالات كمان تمت. خلينا نعرف أكتر من دكتور رزق جرجس، صيدلي من قرية دير الجرانوس بمغاغة. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك يا فندم، أهلا وسهلا بيك. خليني تحية وسلام لكل أهل الجرانوس. إحنا رحنا كقناة واشتغلنا فيها تقريبا يوم أو يومين في وقت شهداء دير الأنباس المائل. حصل فعلا فندم، شرفتونا، ربنا يخليك. ربنا يخلي حضرتك. خليني أعرف أكتر عن المشكلة. فكرة تبطين الترعة في حد ذاتها مش هي المشكلة، لكن التعامل من مسؤولين عن تبطين الترعة هي اللي مسببة لكم أزمة. فعلا حضرتك، هو تبطين الترعة ده شيء مفيد جدا وترشيد المية، وإحنا عارفين وفاهمين الموضوع ده، بس المشكلة عندنا إن الترعة بتاعتنا أو الفرع زي ما بيقولوا عليه ده بيمر في وسط البلد بالظبط، وإحنا عندنا ثلاث مدارس، اتنين ابتدائي واحد اعدادي وحضانه. كل مجمع المدارس ده على الترعة مباشره، فعشان كده في وقت الذروه اللي هو الولاد بتوعنا بيطلعوا من المدارس او هم رايحين المدارس بيبقى الوضع سيء جدا جدا. واللي زادت لينا بالنا كمان ان المقاول المسؤول ساب الحجاره زي ما باين قدام حضرتك كده، ان سابها في نص الطريق، يعني بعد ما خلص المفروض الحجاره كلها تترفع، لا سابها مكانها برضو فشغله نص الطريق، فأصبح الثلاث مدارس طالعين وبيمشوا في نفس الطريق. وتبطين الترع كمان بيحتاج انك لازم تحفر عمق حوالي 3 متر او 3 متر ونص، فأصبح يعني الوضع سيء جدا جدا، واحنا بنحذر من دلوقتي عشان ما يحصلش كارثة. لان من حوالي اسبوع بالضبط كان في ست كبيرة ماشية في الطريق ده، وطبعا نظرها على قدها، سقطت جوه الترع دي ما طلعتش تاني وللأسف توفت، فده بينزل بكارثة. احنا عايزين من دلوقتي يعني ما كانش لازم نوصل ان يبقى عندنا حالة وفاة، يعني فعلا المفروض المقاول او المسؤولين بدل ما يصبح مشروع خدمي هيخدم اهل القرية وهيخدم الزراعة اللي في القرية ويعمل توفير المياه زي ما بيقول السيد الرئيس دلوقتي، دي المشاريع اللي بيتكلم عنها الرئيس، فكرة ادارة المشروع هنا اللي حولته الكارثة في مكان بدل ما يكون اضافة يكون الناس متضررة منه. ايه المشكلة لما يتعمل شريط عازل خشب ايا كان، بيتعمل الف طريقه وطريقه لعزل المنشات اللي فيها عمل عن الطريق اللي فيه مرور، لان ده فعلا شيء خطير. بنوجه صوتنا لصوت حضرتك دكتور رزق جرجس كمال المسؤولين، لان حياه كل المواطنين اهم كتير من تنفيذ مشروع. طيب بشكرك دكتور جرجس، صيدلي من قريه دير الجرانوس بمغاغه. جميل ان يكون في مشروعات تنمويه، لكن الاهم ان انا بعمل حساب الناس قبل اي حاجه. من المهم جدا بقى كان في شخص عامل نظافه لابس اليونيفورم بتاعه اللطيف، ربنا يخليهم لنا، احنا من غيرهم اصلا البلد مش هنعرف نعيش،
ودخل عند محل كشري كان لي حادثة قديمة. دخلت أسرة مسيحية في وقت رمضان وكان معهم طفلة صغيرة، طلبوا كشري والبنت ابتدت تفتح علبة الكشري بتاعتها قبل المدفع الإفطار، فما كان من العامل اللي قال لها لأ ما تاكليش أو ما رفض إن هو ينزل لهم الأكل قبل ميعاد الفطار. دي طفلة، إحنا مسيحيين مش صايمين رمضان، وما كان من المحل إلا الاعتراض بشكل كبير جدا على هذه الحادثة. استمرارا في حالة التنمر وحالة التغيب اللي فيها، يعني الاسم مش عايزين نقول اسم الكشري ايه، والتمييز هنا العنصري اللي حاصل ده مش تجاه مسيحيين بس، ده كمان تجاه عامل هو قالها كده، انا شفت له فيديوهات كتيرة جدا، قال ان هو كمان ده بيشيل القمامة بتاعت المحل ده داخل عامل القمامة ده وداخل جوه المحل، ومعاه البون واضح جدا في الفيديو ان معاه الايصال بتاع الشراء بتاعه وبيقدمه للي بيبيع او بيسلمه الوجبة يعني. فما كان من الراجل ان هو بيتنمر عليه، بيعامله بشكل فظ جدا، بصوت عالي جدا، وبالفاظ كمان فيها شيء من القسوه والعنصريه. فيمكن قدام حضراتكم اسم الكشري ده يعني نازل على كل السوشيال ميديا، والراجل قال ان هو كسر نفسي وعز عليا جدا اللي حصل لي، وانا كمان وكل الناس الطبيعيه السويه اتأثرت جدا بمعاملة زي دي. ودي مش أول واقعة نفس الكشري ده، زي ما قلنا عمل كده مع الأسرة المسيحية وطفلة كانت بتاكل قبل المدفع. ففكرة التنمر، فكرة بقى العنصرية، فكرة التحفز تجاه حد انت شايفه أقل أو أعلى، ده شيء أنا مش فاهمة إزاي في حد عنده سلسلة مطاعم، هو طبعا سلسلة يعني موجود في أماكن كتير جدا، إزاي قادر يبقى متواجد في وسط الناس وفي وسط السوق وبيكمل وهو عنده هذه الروح دي تجاه الناس بقى، سواء لبسه إيه، شكله إيه، ديانته إيه. ده المفروض يفتح في كوكب في القمر ما فيهوش غير فصيل واحد فقط. ففعلا عامل النظافة ده هيفضل على رأسنا، عامل النظافة ده جزء أساسي من تطور حياتنا. أنا كل عايز أقول لحضرتك بس كلنا نتخيل إن ما فيش عامل نظافة متوفر، هي اسمها عامل نظافة مش هنلاقي نظافة، هنبقى عايشين في كوكب لا يحتمل حقيقي. فكان لازم نبقى معانا الواقعة دي، لأنها مش أول واقعة لمحلات الكشري دي، وخصوصا التنمر اللي حصل أو يعني حالة العداء اللي حصل تجاه طفلة في رمضان كانت راحة تاكل وكملوا بعامل نظافة. لو سمعتوا حديثه، حديثه مؤذي ومؤلم متألم جدا، قال كده نصا كسروا نفسي، بعد الشر عليك من كسرة نفسك، انت راجل على راس الكل رايح تشتري بفلوسك وبعرق جبينك، تستحق كل التقدير مننا. وخلينا كمان نساهم يمكن في مساعدته بان احنا على الاقل ما نزيدش العباء عليهم بان احنا نرمي حاجتنا على الارض. خلينا مع حضراتكم، معنا كمان في تقرير القناة وشهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان أول أمس توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة وجمعية أعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال للتعاون في مبادرة الألف يوم الذهبية ضمن المشروع القومي لتنمية الصحة صحة الأسرة المصرية. خلينا نطلع نشوف تقرير قناة ونرجع نكمل مع حضرتكم. شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان توقيع بروتوكولي تعاون بين الوزارة والجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية لطب الأطفال للتعاون في مبادرة الألف يوم الذهبية، والثاني مع مؤسسة العربية للتنمية المجتمع للتعاون في برامج الرعاية الصحية. البروتوكولين مهمين جدا لتنمية الأسرة المصرية، وهو من ضمن الاهتمامات الأولى لوزارة الصحة والسكان. يمكن المتوقع دائما من وزارة الصحة والسكان أنها تكون معنية بالخدمات الصحية المقدمة للمرضى، ولكن واقع الأمر أن وزارة الصحة والسكان لها بعد آخر ضروري جدا، وهو الوقاية وتنمية الأسرة والوقاية من الأمراض والحفاظ على الأصحاء. وأشار الضيوف المتحدثون بأهمية الرعاية الصحية بالمحافظات والقرى لتنمية سيدات مصر في القرى المصرية. هدفنا هو تحسين خدمات الصحة والخدمات الاجتماعية في الألف يوم الذهبية. الألف يوم الذهبية دي هي أول سنتين من عمر الطفل زائد فترة الحمل، 270 يوم حمل زائد 730 يوم سنتين، دول 1000 يوم. أسفرت مناقشات البروتوكول إلى العديد من النتائج أبرزها حقوق أولادنا في الرعاية وتقديم خدمات صحية. فادي ماهر، ميسات.